إلى ذلك دعا وزير الصحة في حكومة إقليم كردستان سامان البرزنجي المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الصحية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، مطالبا المواطنين بالاستمرار في الالتزام بالتعليمات الصحية لدعم المؤسسات الصحية وتقليل الزخم عليها. وأضاف البرزنجي أن مخاطر الفيروس لا تزال مستمرة ولم تنتهي، مبينا أنه بدعم المواطنين والفرق الصحية فإن الأوضاع الصحية تسير نحو الأفضل وأعداد الإصابات تسير نحو الانخفاض، معلنا الاستمرار بوقف الدراسة إلى الأول من كانون الأول المقبل.